السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على تصريحات جمال بالماضي، ونتكلم على التأهل تاع كأس العالم اللي تهم كل الجزائريين. كأس العالم يعني ما كاش اللي ما يتمناش يكون المنتخب تاعو عبر العالم، وخاصة الجزائريين اللي رانا نقارعوا لهذه كأس العالم بالنجوم اللي راهم عندنا لاعبين. على ذيك رانا باغيين نتأهلوا، ماشي باغيين نديروا أكسيدون. يقول لك صرات أكسيدون ولا مفاجأة، ولا ما كاش مفاجأة إن شاء الله بربي. نتأهلوا لكأس العالم، ماناش نقولوا نروحوا نجيبوا كأس العالم، رانا الأولى نقولوا نتأهلوا لكأس العالم. وين جا ما بالماضي كان موضوعي وين تكلم، قال لهم المهمة لن تكون سهلة، لكن أنا مجدي لها إن شاء الله ربي، مجدي لها. غادي على بالك بلي أنا عندي ماتش دو باراج برك مليا، والله ما والله ما على بالي كاع كاليفيكاسيون كومبلي، ما على باليش بها. أنا عندي كاس، عندي ماتش دو باراج نقولها ونعاودها، اللي زعما كنخافوا منها وصايك مليا، والله ما على بالي كاع. ماشي سهله، هو تكلمها وقال بلي ماهي سهله في مؤتمر صحفي الذي عقده عن طريق تقنيه الفيديو، وين اكد الناخب الوطني جمال بالماضي بانه يطمح للتاهل الى مونديال 2022 الذي سيقام في قطر برفقه المنتخب الوطني الجزائري. قال بلي نكاليفو الناس ولا تروح تحرف كلامه، وقال نجيبها. يا ودي شكون مدرب انت باقي له عامين؟ مي قالها كان باقي، قالها العام اللي فات وعاودها هذا الخطر، راه يصحح لكم يقول لكم راكم تكذبوا، او يقول لكم الناس اللي قالك بلي بنروح نجيبوا كاس العالم راكم تكذبوا، ارجع نكاليفو ومن بعد نهضروا. وقال بلي يا ودي نكاليفو وما هي سهله كاليفيكاسيون، وقال بلي ما هي سهله، ما هدرش على كاس العالم، هو كوب دي موند كوم وين يهدر عليها، وين الطموح تولي الغبره تطير وتولي الضباب يروح وكلش. ايوا كي يلعب دوزيام تور ويربح دوزيام تور فماك تولي تبان صاحبيها، فماك الناس تولي تطمخ، فماك الناس تولي تطمخ، تعرف النيفو تاعك كي داير، تبان مع من غادي تلعب في الدوزيام تور، وتعرف لادفيرسير تاعك كي داير، تطمح تروح الكاردو فينال تعرف لادفيرسير تاعك كي داير وتروح بعيد، فماك تولي تبان. انت ماشي ضروك 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 اللي ما يعرفش اللي ما يعرفش البوله تصيبو يا ودي بشويه بشويه لارفا لارفا بشويه. السيد قال لكم ما هي سهله، السيد يهدر قال لكم ما هي سهله، ما كاش اللي ماشي متمني ليكيب ناسيونال تروح الكوب دي موند، ما كاش ما كاش اللي يكذب عليك يقول لك فلان ما يبغيش ليكيب ناسيونال، لا ما كاش هذه ما كاش، هذه ما كاش. كل مواطن يبغي بلاده تكون في الكوب دي موند، تروح عند الموزمبيقي يقول لك، تروح عند جيبوتي، تروح عند الانصار تاع جيبوتي يقول لك يا ودي احنا خايفين من الجزائر بصح كونسيبو نروحوا الكوب دي موند، النيجر تقول لك لا انا نروح الكوب دي موند، بوركينا فاسو يبكوا عليها كل ربع سنين، يبكوا عليها كل ربع سنين، يوصلوا ماتش دو باراج وما يروحوش معانا، وزادوا تاع 2018 فين وقيله مع نيجيريا ولا ما قيل مع نيجيريا فانيك، صرات لهم خسروا فانيك، يعني راك تشوف راهم غير يخدموا عليها، راهم يخدموا عليها. حنا مانيش نقول بلي راني خايب من بوركينا فاسو، على باليش بوركينا فاسو غادي حنا نربحوا في بلادنا برومي ماتش لهنا ان شاء الله بربي مع جيبوتي، نروحوا النيجر ومن بعد جينا بوركينا فاسو ندركوا عليها حتى بخمسه ولا كاع يزيروا روحهم يدوا ربعه ولا خمسه، ومن بعد نروحوا عندهم نرقدولهم في الخط، نجيبو نخطفو لهم غير نقطة صايك، نخطفو غير نقطة، نقطة يولي عندك عشرة تاع لي بوان، عندك مع تبقى لك جيبوتي النيجر تكميهم كيما تبغي، تكمي في غرزك، إي في غرزك تضرب الجبدة في غرزك، هذه هي. وين تكلم الجمال بالماضي وين قال افضل مدرب في افريقيا سنه 2019، انا وين قال لهم انا واللاعبين وكلنا نريد التاهل الى نهائيات كاس
العالم 2022، وأضاف المأمورية لن تكون سهلة أبدا لأننا أبطال إفريقيا، وهو الأمر الذي سيجعل الجميع المنتخبات الإفريقية تسعى للفوز علينا أو تحقيق نتيجة إيجابية. اللي صعيبة يجي يلعب لك لهنا ولا يلعب في بلادو يلعب جوار تبيع 10 يخلعك على دي فوا ونقولوا كيفاش هذيك ليكيب كي والو معنا احنا زيرو الوحم يجي يبغي يربح يبغي يربح زيمبابوي اليوم غادي نتفرجوا عليهم سيبو برد الحال ويسيبو منو يسيبو كي يولوا يدوروا بصح يدوا 5 يدوروا ما يدوروش يدوا ما دايين 5 دايين 5 مع بدون ما كان والو وما راه مدايين 5 دايين 5 على هذيك نقولوا بلي ودي ما عندناش اشكال مع الناس مع الناس نربحوا كيما يقول لك جاما بالماضي بالك 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 يخمم في الماتش دو باراج مي قال بلي ما هي سهله في الماتش ماشي كونت جيبوتي ماشي كونت النيجر ومشي كونت بوركينا فاسو هنايا هو راه يخمم كاع راه عقله كونكري راه في الماتش دو باراج ومي قال بلي المأمورية ماشي سهلة والله الماتش دو أنا واحد من الناس كونسي ماتش دو باراج نلعبوه في أوروبا يخرجونا على أوروبا ماتش واحد برك خاص هذيك ألي روتور والله ما مليحة لنا كاع ما نبغيش ألي روتور ما تساعدناش سورتو إلا زعما طيح عندهم الروتور عندهم ولا دير فوبا عندهم يديروا كل شيء ودا كاش يجيبوا لك واحد يخرج في لسانه واحد على الله ما نعرف المهم ربي يكون معنا وصيك كيما يقول لك نحوسوا على ليكيب ناسيونال نحوسوا على الفائده تاع ليكيب ناسيونال مش عندنا كيفاش هذا المدافع تاع ودي غادي شد روحك ولي ما طيح شد روحك ولي طيح قال له مستعد لتكبيل محل مش انك باش تكلم في التصريحات تاعو هذا وين نشر هذا اللاعب تاع زيمبابوي اسمه زامورا وين نشرت الصحافه الزيمبابويه الاربعاء ان الناخب الوطني تاع زيمبابوي لو منحه الفرصه سيرتاح من صداع محرز واردف جوردان زامورا قائلا انه وجه محرز ويعرف جيدا نقاط قوة وضعف قائد محاربي الصحراء في إشارة إلى مباراة مانشستر سيتي والمنافس بورتموند في 24 من سبتمبر الماضي أودي نعس الشيطان من عمر المنافس أودي والله أودي أحرز روحك ولا تطيح برك أحرز روحك ولا تجيب لك تطيح أنا نقول لك يخطيك هذاك كاع ما هدرتش غادي يحقد عليك غادي يولي يضرب البوله ويجي عندك هو يولي يجي عندك انا المهم جاما بالماضي راه عارف روحو شاحضر وراه عارف وين قال لهم وين تكلم قال لهم نعلم بان الجمهور الجزائري ينتظر في هذا في التصفيات تاع كاس العالم عارف شا كاين عارف بلي المنتخب الوطني عنده مناصرين مهابيل وكلش مهابيل على كوب دي موند وكاراوي راه حليلو شا قال لهم حليلو قال لهم بلي الشعب الجزائري عظيم لكن خسارة المنتخب الوطني تاعهم قال لك يحسبوا يديروها مأساة وطنية قال لك كي يخسروا تولي مأساة وطنية دا نظرة زعما اللي يجي يضرب ليكيب ناسيونال ولا يجي يلعب في ليكيب ناسيونال يا خويا حاجة مقدسة أنا بالنسبة لي حاجة مقدسة منتخب وطني علاه كاين سر ما بين المنتخب الوطني والمواطن الجزائري علاه خدموه ناس شهداء ناس عزاز على الجزائر على الجزائريين على ديك حاليلو هو اللي صابع قال لك شعب عظيم شعب كبير قال لك بصح شتي لا عندهم نقطة قال لك شتي قال لك الا خسرت ليكيب ناسيونال تولي مأساة وطنية عندهم وبصح ما عطيك تاكل ما عطيك تكره تمرهم دابس في دار في واحد يدابس الزوجة تاعو واحد يضرب في ولادو ما يدوروش بيه على هذيك نقولوا حنايا ان شاء الله بربي كيما قلتها العام جاما بالماضي قلت له الا وصلنا دومي فينال غادي نهبل نور الدين عمه اللي يسكن في ليل قلت له الا وصلنا دومي فينال غادي نهبل من راسي
على الله. أول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنة الولائية تاع الاستثمار اللي رأسها يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق، الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في دير زاتشي يدي 1000 هكتار، لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في دير زاتشي يدي 1000 هكتار، زاتشي يدي 1000 هكتار، زاتشي يدي 1000 هكتار، زاتشي يدي 1000 هكتار، يدي 1000 هكتار في الـ في الـ في الـ في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشة وأم الزبوج، الرشة وأم الزبوج. الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا، وخيرات ربي هاهم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.